كانت تقول لنا في الكواليس أن الله حبها بصفات عديدة، وسألتها ما هي هذه الصفات ولم تقل. نعود مباشرة إلى سوق الفلاح، إن صفات الفلاح والسوق أفضل وأحسن. سوق الفلاح اليوم راح يكون مباشرة من البيض، خلونا نشوف الأسواق ويعلق حاكم كالعادة لأنه أكبر ميزانية في هذا رمضان تاع حكيم بالطاش. سيد الشيخ البيض، سيد الشيخ يا أسعار الخضر الله يبارك. البطاطا 8000 مليحة وقيل المراد، طوماطيش 120 دينار جزائري، البصل الجاف 75 دينار جزائري، الفلفل الطرشي شحال هو يدير 15000، الجلبانة 17000، الثوم 45000، والسلطة 15000. واش رايك بالطاش؟ شوف كيما البطاطا 8000، البارح كانت 15000، البارح شفناها في وسمو الجلفة، الجلفة الأسعار كانوا طالعين في الجلفة. سي باستا مصطفى، ميم هكذا كي تشوف هكذا، أنا عندي سي شير باسكو رانا في شنو بقات سمانة لرمضان، دونك أنا جو كروا سي بارابور سا وزير التجارة لا بريسي ديسيزيون. اي دوك هاد السيد رجعتوا فيه كلش ولا؟ ماشي دا خطير. البطاطا كاين الفلاحين، كاين الممولين، واسموها لي بيك هذه باش مستكلفه ثاني. سوق الجملة، اي سوق الجملة، مارشي دكرو منين يشرو هادو؟ مارشي دكرو. وي ربما اعطونا اسعار اخرى. فواكه التمر من 30000 ل 95000، التفاح المحلي 25000، البنان 42000، البارح شفناه ب 48000 الخوار. الفريزه 30000، والبرتقال البرتقال هذا ما فهمتوش انا 25000. تي طالع البري. بون يحيى ما نسقسوش باسكو ماشي هو اللي يقضي، والله ما على باله واخيل كاع. اوكين انفورماسيون على المارشي. ما عنديش كاع. والو. ما تقضي ما والو. ما نعرفش. ياك تعشى في الدار نورمال. سا ديبون. إيه انت مع ليكيب تعشى وكلش تما. والله ما عنديش كاع لا فيزيون كاع تاع. سي امبورطون ليك على بالي شغل، ما بالك حنا قلال ما نشيش بزاف، نشي حاجه بيجي ماشي كبير في رمضان، ماشي بيجي تاع لابرود، نحكي بيجي تاع الدار. ما احنا ما بولاك شغل ماكسيموم ما هذا ما كان. واللحوم 52000، الدجاج المجمد تاع ولاء مازال ما شفناش، مازال البقري 210000، المستورد 125000، الغنمي 215000، والبيض 15 دينار للحبة. صافا ملاح الأسعار بارابور المستغانم بشير. وي بارابور وي مستغانم شوية طالعين. وي غالي الشيء في مستغانم. علاش؟ غالية مدينة سياحية. وي امتياز، من كلاسيا الثانية في سياحية. سياحية صح، أنتم عندكم واحد مور نيس، هي جاية تما ألجي نيس ومن بعد مستغانم. وي بعد غليزان، بعد غليزان. اسعار ملاحة مراد الحمد لله اليوم. ملاح، وانا جيت قبيل مع الجماعه فهمتهم باللي القيمه الماليه ولا المصاريف هذه اللي راهي مدوها الجماعه هذيك هي يا مصطفى. كيفاش؟ تراك تقول باللي تفوت 10 ملايين وكذا، لا ما تفوتش. او هي حاجه رفد الاخر بدا تحسب. واش نحسب؟ مثلا عائله تاع ثلاثه من الناس، نهضر على عائلتي مثلا ثلاثه من الناس، كيلو لحم في الاسبوع شحال يواسي؟ 225 280 مديرو 280 300 ألف. ان بولي بيان سور في الاسبوع عندك كيلو لحم، ان بولي وكيلو واش يسموه بواسون داكور، يكفو في الاسبوع بور 3 بيرسون. سمع عندك مليون، هذا وين مليون؟ لا عندك 550 الف، زيد 10 20 الف تاع فيونداشي مثلا. تحكي على السردين بواسون، تحكي على السردين. لا لا، ثلاث دورات راهي 150 الكيلو. دورات تشري حبه دورات صغيره، تشري كيلو، تشري كيلو تشري ربع حبات، تشري ربع حبات، تشري ربع حبات، تشري ربع حبات. انا نهضر على اون فامي، مانيش نهضر على اون فامي تاع سي بيرسون ولا سيت بيرسون. معليش با دون بو ميتيبلي 600000. حنا لقينا قبيل مع حكيم، لقينا 2 مليون 200000 هذا لا فيوند ولا لا في الشهر. في الشهر 2 مليون 200000 هكذا. ومن بعد قلنا تروح للخضر ولا الفواكه 2000 دينار في السمانه هكذا بور 3 بيرسون. تقدر تنوع ميتيبلي بار 4، هاي توري لك 8 دينار 1 مليون 200 هاك 24000 دينار. هاي ولات 1 مليون بلس 2 مليون 200 صافي 3 مليون 200. من بعد تروح بيان سور لي فروي، هنايا هنا سي ان بو فردي لي فروي تو لي جور، بوتيت لي غاطو، بوتيت كذا الى اخره، دونك تحلك
جو سي با اون بتيت سوم ما تفوتش يا مصطفى هكذا كلشي اه وي ما تفوتش ما تفوتش شحال تكلمنا عليها قبيل ما تفوتش 7 ملايين ما تفوتش ما تفوتش هادي بوغ 3 بيرسون ايه كنا اون فامي نورمال تاع مراد بوطال جينا على بالك هايل والله لا لكم لا 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 كان راني خلفوني سي هو خلفوك شاك تحسب كاين لي زامبريفي انا قلت لك البنت تجي في الويكاند واش يدير به ورا بوراك ولا واش يدير به كيلو لحم كيلو لحم كيلو لحم واش فيه كيلو لحم وان بولي وان بولي شحال يشد لك مع الكيلو لحم مع البواسون كيفاش ما يشدش سومان يشدني سومان انت انتوما نسى مع مورا دير لاطاي وحنا بيان سور حنا حنا كبار ما ناكلوش اللحم تاع الشوربه جينيرالمون نحكيو على واحد اللي عنده سبع خلصات ديال الخاوه ويريقلها ب 5 ملايين نو شيف مصطفى مصطفى نحكيو زعما انا اوتون كو اون فام اللي موافا تما نقضي ونطيب تفضلي تما ما في دارنا نطيب في داركم طيبي ما تقضيش ما نقضيش لا فيغتي مي زعما هنا نقضي تما على بالي ديجا لا فيوند كي تشري راك تشري زعما تنوع ما بين غنمي وبقري باسكو ديجا الشوربه ولا جاري ديروا باللحم غنمي وعندك البقري دير به جينيرالمون دوزيام بلا عندك فوالا عندك اللي تروح لك فيونداشي منها بعد ديرها فيونداشي باش دير بها البوراك عندك وين تحب دير زعما دي بواسون ولا تحب نهار تحب دير زعما سوب دو بواسون ولا سوب دو بواسون تروح عند عند الحواد ديجا تقول له اعطيني اعطيني سوب دو بواسون سمع على بويا بس ويمتلك هذيك التشكيله من عنده انا قلنا دون لا سيمين الحم فوالا تسمى شغل سي فيزابل الحساب تاعك سي فيزابل بصح بور اون فامي اه وي اه تري بيان دونك سي ملتيبلي هنا هنا نمشي معاك مثلا فامي دو 6 بيرسون نروحوا 12 مليون دو سنتيم معليش مش مشكل احنا خلاصة القول مادا بينا نعيشوا برك تحت رعاية الأستاذ مراد بوطاجين هذا ما كان مراد مراد خويا مادا بينا نعيشوا تحت رعايتك باسكو أنت تتحكم في المصاريف الله يبارك رمضان صحي الله يسلمك بمناسبة أول يوم صيام للأستاذ حكيم بطاش نحكيه على صيام الأولاد الصغار في ليلة 27 يعطيك صحة ميرسي الو نقدروا نهضروا على الصيام تاع لي زونفون باغ اكزومبل اسكو بداو يصوموا ولا لا لا بداو سقسي حكيم يقول لك بديتو حكيم حنا نهضروا على ولادك اه ولادي بداو زونفون تاعك بداو يصوموا الله يبارك وليدي اكسيل بدا النهار الاول صامو Ah, c'est bien ça, c'est bien, c'est bien. Je Donc, mets tout de, selon les traditions. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a de l'eau pour qu'on sorte de l'eau Qu'est-ce qu'il y a de l'eau Mais c'est on parlera des traditions après. Oui, qu'est-ce qu'il y a de l'eau, c'est vrai. C'est l'eau, mais c'est l'eau. C'est l'eau, c'est l'eau. Vous avez tout ça Non, ma dernière hache, mais je sais bli kayn. Kayn aïla djazaïria li dirouha. Après, fouk sillumi. دونك نهضروا قبل على الكوتي تاع الصحه من بعد نهضروا على التراديسيون الجيريان دونك الحين نهضروا اليوم على صيام اول يوم صيام عند الاطفال باسكو على بالنا غدوه ان شاء الله ليله 27 اي جينيرالمون العائلات الجزائريه يونكوراجي ولادهم باش يصوموا في ليله 27 هذه بارمي العادات اللي مشهوره دونك العائله الجزائريه كيفاش تهيئ الطفل تاعها باش يصوم لاول مره تو دابور لازم ندير له كيما يقولوا تدريب قبل ما يروح يصوم ديريكتومون تدريب سيتادير قبل ما نقول له اليوم راح تصوم توت لا جورني دونك تو دابور نبدا نخليه يصوم نص نهار باغ اكزومبل من الصباح حتى ل 12 ولا من 12 حتى للمغرب باش لو كور تاعو يعود نفسه على الصيام ابري كي تلحق ليله 27 وين رايحه نشجع الطفل تاعي باش يصوم دونك هنايا يفو تو دابور لازم نحترم شتي هدف القرموج شتيها هذه صوره تاع 2000 ولا ولا سمحي لي نقطع لك لا روبريك تاعك ما عندك الحق فازي ماشي مقبل شوفوا مقبل كنا كامل عند في البيرو الفوقه قلت له اليوم ما تلبنيش وانا ما نتلبكش بيس قال لي بيس اند لوف لا لا قلت لك بيس اند لوف لا لا ما عطاش خطيني انا الحكايه تاع اللوف كنت معانا واه واه شوفي رانا قدام المخرج والمخرج هو ذاكره الوطن من بين صانعي ذاكره الوطن والله كان معانا قلت له بيس اند لوف واو المخرج شوف عطوا لي التليفون تاع بن صغيش حالا عيطت لصغيش شكون هو؟ عبد العالي شاعر كبير شاعر انت عارفوش الله كبير انتو كان مخرج القلعة دونك يا راحي بالله دونك ميرسي ولا على لا سوليداريتي كاين حداش كاين هادي دوز دوز
روحي. دونك النهار اللي يجي باش الطفل تاعي يصوم توت لا جورني، لازم عندي بعض النقاط اللي لازم نرد بالي ليهم. اولا لازم احترام ساعات النوم، نخلي الطفل تاعي يرقد لساعات كافيه لانه رايح يتعب، دونك النوم اي تري امبورطون. حاجه واحده اخرى ثاني بالنسبه للسحور، عدم اهمال وجبه السحور، يعني نوبليجي الطفل تاعي باش ينوض ويتسحر. وجبه السحور واش يكون فيها؟ جينيرالمون من المفضل يعني يكون فيها السوائل، دونك يكونوا فيها دي جو ويكونوا فيها بوكو دو فروي، ولا ثاني المكسرات. هادو راح يعاونوا الجسم تاعو باش يكون حيوي ونشيط توت لا جورني. ماتنون كي تجي لا جورني تاعو تاع الصيام، دونك حاجه الاولى لازم نعس الطفل تاعي، لازم نشجعه ولازم نموتيفيه باش يكمل يصوم. كيفاش نموتيفيه؟ نوكوبيه، دونك سوا باغ اكزومبل نخرجوا برا يقضي، قال اليوم اكسومت دونك اون فا بريباري طون بلا بريفيري، ولا فلا كويزين يدخل يعاون. وهنا لي بارون لازم يعسوا ولادهم، دونك الا شفت وليدك يبان باللي راهو ديزيدراتي بزاف، راهو في حاله جفاف، الا شفت وليدك بدا يولي بال، الا شفت وليدك نعسان وفاتيغي بزاف وحب غير يرقد، لهنا لازم tu dois t'inquiéter شويه وتسيي كيفاش يعني ميم سي عسوا شويه. ما الى صدت باللي هاد الحالات في وليدك لازم تفطروا ديريكتومون، باسكو هنا ما يقدرش يكمل لي صوم، الطفل راهو صغير. نقطه ثالثه ثاني بالنسبه للافطار، دونك كي يجي الافطار على بالنا بلي الطفل يكون صايم توت لا جورني، سي لا بروميير فوا تاعو باش يصوم، دونك هنا لو كور تاعو راح يكون شويه ديزيدراسي اي سي توت افي نورمال. دونك هنا نركز بزاف على السوائل، نعطي له ياكل اون سوب تاع خضر، نعطي له يشرب بزاف الماء، بون الماء يكون بطريقه يعني متقطعه كما هضرنا ديجا بقرابه كوب كل ساعه، بالاضافه الى ذلك نعطيه ياكل بزاف الفواكه. وبيان سور في السهره سي بيان باش نزيد نموتيفيه بالعادات الجزائريه اللي معترف عليها. نقطه برك بالنسبه لسن الصيام تاع الاطفال، باسكو كاين بزاف دي بارون لي دومونديو، دونك سولون الاطباء السن المناسب للطفل باش يصوم هو 7 سنوات. 7 سنوات نقدر ندرب الطفل تاعي على الصيام. يعطيك الصحة. ملي بدا رمضان وهي تحكي غير على السوائل، روماركي تقول سيال ماشي تقول باسكو سي تخي امبورتون لو كور كي كون ديزيدراتي. والطفل كي يصوم ان شاء الله لازم له كسوة زينة كما يقولوا، لازم له لبسة جديدة، وباش نديروا لبسة جديدة لازم نروحوا لكيو كيو تعطي لنا الأرقام والمعطيات فيما يخص السوق الوطنية تاع اللبسة وتاع الصناعة في النسيج. كيو كيو تفضلي استاذه هدى. خلاص ما تلبنيش ابدا. اي خلاص ديجا من قبل كي كنت تهضر لها تقول لها على على السوائل اي تو، باسكو انت ما على بالكش لا فالور تاع السوائل الجسم الانسان والمراه سورتو سورتو دوك يجي العيد المراه تحب تكون تلبية. تفضلي. نو روحي. ايه باسكو انا هكذا كي ما تلبنيش نلقى لوكازيون باش نتلبك. فوالا دونك نحكيو احنا جينيرالمون في عادات شعب الجزائر وعادات كل المسلمين انه في عيد الفطر المبارك يعني اللي نحبوا يعني نشرو حوايج جداد كسو حنا الكبار ولا حتى صغار، لكن هذه العاده سي بوكو بلوس للدراري الدراري الصغار باش نفرحوهم وباش يعيشوا اجواء فرحه العيد. لكن نحكيو على سوق او الاستثمار في مجال الالبسه في الجزائر. نحن نعلم انه الجزائر اليوم تسير وفق منهجيه جديده واستراتيجيه جديده هي تشجيع الاستثمار في كافه الشعب من بينها صناعه الألبسة. نعرفوا أيضا أنه فيه شراكة قوية ما بين الجزائر وتركيا في مجال صناعة النسيج وهي مصنع تايال، وكذلك أيضا هناك شركة عمومية جيتكس اللي هي شركة عريقة أيضا، لكن هذه الشركة لم تستطع أن تلبي حاجيات السوق الجزائري بصفة واسعة. اليوم احنا في الجزائر معظمنا من لبسوش جزائري مع الأسف، ما عدا فيما يخص اللباس التقليدي، ورغم هذا أنه حتى اللباس التقليدي المادة الأولية ما هيش مادة جزائرية 100%. حبيت نعرف اللي احنا نديرو ان بوتي تور دو تاب، نعرفوا اسكو نتوما راكم تلبسوا الجيريان ولا تلبسوا اترانجي. مصطفى انت مصطفى. لا لا مصطفى انا نلبس اترانجي. اترانجي مراد صح عادي ماشي زعما حاجه غاليه ماشي زعما الهاي كواليتي نورمال. نلبس عادي جدا ترك اوروبيان ولا ترك؟ لا لا ما نلبس باكونت ما نلبسش تركي. فوالا اوكي مراد الجيري ها مي جينا دي فوا هكذاك تكون كيما قال لك تركي يكون هكذا مي نسبه كبيره دي كوستيم دي كوستيم الجيري الجيريان. الجيريان الجيريان اوكي باش هما كي كانوا في التلفزيون العموم بكري كانوا يبدو لهم باطل وي كاع في دي كونترا دو كونفونسيون كانوا سي ايش فايشن سي اون فيليال تاع جي تاكس جي تاكس وي على بالي تخدم دارت معاهم اون كونفونسيون بصح نحكيها لك نحكي لك لازم كيفاش اه جابوا قال لك اللي يقدموا البرامج نديروا لهم لي كوستيم داكور دونك يقدموا البرامج شكون اللي يقدموا نشرة الاخبار يقدموا كيما انا كنت نقدم ارقام وتعاليق الحفيظ يقدم ملاعب العالم الى اخره باينين مجموعه باينه
دونك زي بن عروس مش فاين اخره رحنا دونك نقيسوا يعطيونا دي كوستيم يعني فريمون تحس روحك مرتاح فريمون باسكو لا بريزونطاسيون لازم لها لبسه افيك لو طون من بعد حبسوا انت في رايك علاش حبسوا باسكو حبست لا فيليال نو ما حبستش لا فيليال باسكو وليد خالد مول باش اللي هو مانيش عارف ديريكتور دو كدا دخل اسمه ولا يروح ثاني يقيس هو ثاني اوكي فهمتني دونك المؤسسه اللي نحكي كي كنا في التلفزيون هذا مسؤول عندكم مسؤول ماشي عندكم ماشي كي نقول لكم دخلت الصادير ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه يعني العدد العدد توسع ما بقاوش هي او ديبار سيتي بريفي بور لي بريزونطاتور باسكو ما توسعت الحاله ما عطاكش كوستيم باسكو انت مراد بوطاجين عطاك كوستيم باسكو انت بريزونطاتور من بعد لحقت دي جون اللي ما همش ما بعدوش دخلوا دي جون كي نو ريان افوار هذاك الاخر من بعد اي سي طافيري باللي كلقاو ما نعم بشير انا بيسك ني في لترونجي دونك باينه سوف كو انا ما نلبسش لي مارك انا مقاطع ما نلبسش لي مارك تاع المقاطعه دونك نلبس باش كي تجي الجزائر تشري من ماشاجيري نشري نشري ثاني صوالح اللي بون مش عارف لي صوالح ثاني تاع الامبورطاسيون اكزاكتومون ولا انتك مقاطع خويا انا مقاطع ما نشريش لي مارك تاع غازوز ما والو مقاطع 100% انا تاني كيما هو ملي بدا طوفان الاقصى يعني جوسكا بريزون مازالني مقاطعه بون ابري افون المقاطعه سي فري كو نلبس des marques qui sont importées, mais n'empêche que qui trouve une bonne occasion, tu as un produit algérien qui a du bien côté qualité, je le prends sans aucun problème. C'est pour l'équipe de notre programme Jahada, quand les canons sont exclusivement algériens. Oui, je parle de quoi? Je l'ai dit, je l'ai signalé. Qui trouve blicain un produit algérien, les cheveux, parce que produit algérien, moi, tu sais, puisque les gars, je suis mais parfois, tu tombes sur des occasions, l'économie. C'est vrai. Pourquoi ne pas en profiter? Hakim. Non, mais dès que tu es à l'étranger, mais la plupart du temps, je suis dans les douches. Les costumes, que la plupart du temps, je suis dans les douches, qui sont à Djer, Chabin. Ah oui, tu as la GTX. Oui. Ou il y a un job à faire. Parce que je suis chez en général. Ma femme, je suis chez les morts, je suis et la femme généralement tahouss ala la qualité والله ما على بالي ما نحوس نفهم كاع نحوس ما انا ما نحوش بزاف انا انسان ما تلبس وخلاص والله نعبك نكره بزاف الشوبينغ نكره الشوبينغ اكل حاجه نكرهها ولا تعيا صح ما كاينش حاجه نكرهها قد صوت الكوميرسيال ولا اه ما تحبش من داك عند الحانوت شريت التساول هذا ودز قماش مشيت كاع شكون نلبس نجيب الخف نجي راه صح ستادير سولون لو بوزوان تاعك سينون ميزا سونسيال اتر بيان ابيي سي نورمال ils sont pas très habillés par quoi ils ah ils sont bien habillés jamais le ça fait partie de la liberté de l'artiste aussi ça reflète un peu sa liberté défensif mais c'est difficile en tout cas officiel, tu peux te permettre un costume. Moi, je n'aime pas les sabbats, par exemple. Parce que pour le confort, c'est pour le confort ou l'autre. C'est pour le confort. Il faut que tu sautes. Sabbats, tu dois avoir un sabbat confort. Tu dois avoir toute la journée. Il faut que tu sautes. Il faut que tu sautes. Alors, c'est très important. C'est très important. C'est très important. C'est très important. قال لك اسكو عندي دي تروك الجيريان 200 بير دو شوش او كيفاش كل واحد عنده انا ما نشريش خير مع الجزائري ما نهضر لا فيغيتي ما طحتش في اون كاليتي فريمون اللي تقنعني او بوان كو نقدر نشري شوسور الجيريان ولا سيرتو في لي شوسور باسكو كاين بزاف دي مالادي جونا من لي شوسور من بينهم انه امراض العمود الفقري وكاين امراض تاع لي فاريس اي تو دونك تحتاج دائما دي شوسور يكونوا كونفورتابل سيرتو حنا في خدمتنا دونك جو بريفير اشتي دي شوسور يكونوا يعني امبورتي ولا نشري امبورتي نو سي با امبورتي جينيرالمون سي سوا نشري من عند لي فرانشيز soit à l'étranger. Très bien. Voilà. L'étranger, chez les marques, les sous-marques ou là, les soldes ou là, les... Ça dépend. Tout ce qui est dégriffé. Ça dépend. Là, jamais, chez les trucs dégriffés ou là, soit... les soldes, par contre, oui, en Europe, oui. كاين بزاف تلقى نلقاو دو تري بون اوكازيون باش زعما تشري سولديك انت نشري نورمال شحال الموان تاع اون بيغ دو شوسور اللي تشريها انت مثلا السعر تاعها 150 يورو
Parfois, oui. Parfois, par exemple. Elle est le solde. Là, chauf. Qu'il y a des chaussures, les amas, le qaha. Après, le solde, c'est un vrai solde. Donc, il y a la paire qui est 150 euros, le qaha, tu as 90 euros ou 70 euros. C'est une affaire pour moi. Parce que même les franchises, il faut préciser, même les franchises, les gens qui sont en Jazeera, qui sont, par exemple, tu fais l'yum, tu as le mall. Ou la واحد سنتر كوميرسيال دونك تروح تو في لي مارشي تروح غدوه ليترونجي ما تلقاش لا ميم كوليكسيون اي سي با لا ميم كاليتي. السؤال تاعي انت تشري اختراف في شهر اختراف في شهرين شحال لي شوسور مثلا؟ شوف سا ديبون باغ اكزومبل كي يجيب لي زوكازيون لازم نشري زعما دوكا جا العيد جو دو اشتي هكذاك سي هكذاك جوست على الفال بصح جينيرالمون نشري دو موين تاع اون شوسور باغ موا. تسمى عندك او موا 150 اورو في الشهر فوا 12 صح يلفو با اوبليي ثاني لو ميتير تاعنا دقيقه بار 12 بار 12 مي سما سي كوم د لارجون مي لا غالب واحد 2000 اورو في العام مي شوف لا غالب دوك انت ما تحسش بهم هكذا سي با كيسيون دو افيك سي ان ريتم دو في تولفو كيما زعما باغ اكزومبل في لي بيجو لي اكسسوار اي تو انسا سي بريمورديال بور نو حنايا دوك تخدم في لا تيليفزيون ما كاش دي كونفونسيون تاع مع مع دي ميزون ولا حنا ماذا بينا اليوم انا حبيت نحكي على لاندستري في في التكستيل باسكو هذه راح تخدمنا حنا كامل انا ماذا بيا تكون عندي اون كونفونسيون تاع المؤسسه تاعي مع كاش اوزين ولا وماذا بيا انا نروح نشري الجيريان مي ما كاش لا كاليتي اللي حنا نحوسوا عليها حنا ماذا بينا الاستثمار في هذه الشعبه يتوسع في البلاد لازم يكونوا كاينين تدابير تحفز المستثمر انه يستثمر في هذه الشعبه خاصه انه المواد الاوليه ما كانش في مجال النسيج. نعطيكم فقط ارقام اليوم احنا في الجزائر عندنا 25 الف عامل في شعبه النسيج بما انه بينما قبل 20 سنه كنا 400 الف موظف. احنا دائما اون سوبوز دي كيسيون علاش هذوك المؤسسات العموميه اللي كانت مشات في وقت الثوره الزراعيه وقت النهضه الاقتصاديه يعني اللي كانت في سنوات السبعينات علاش كلها يعني توقفت عن العمل حتى غايت يعني 2010 كانت يعني اخر المؤسسات العموميه اللي كانت تنشط في مجال النسيج تبقى فقط مجمع جيتكس وفيه الشراكه حتى الشراكه هذه لازم تكون على اساس نقل التكنولوجيا لانه اصلا اليوم الجزائر في كل الاتفاقيات اللي تقوم بها مع الدول الاوروبيه هي على اساس نقل التكنولوجيا من الخارج الى الجزائر ومن ثم رفع من نسبه الادماج. يعطيك الصحة بارك الله فيك. نوليو الموضوع الرئيسي تاع البرنامج تاعنا والضيف تاعنا السي يحيى مزاحم. قبل ما نحكيو معاه عندنا بتي ريزومي دو لا بار دو ولاء. فوالا اكزاكتومون دونك نهضروا شويه على لا سيري تاع البراني اللي شاهدتها الشاشه التلفزيونيه الجزائريه دوران تو سو موا دو رمضان. دونك البراني اي اون سيري كي ايتي رياليزي و لو سيناريو تاني ايتي اكري بار نوتر رياليزاتور يحيى مزاحم. دونك البراني كان فيه بطوله تاع مصطفى العريبي خالد بن عيسى كريمو دراجي بالاضافه الى عايده عبابسه. دونك البراني واش يحكي؟ يحكي القصه تاع عمر. دونك عمر هذا سي ان بسيكوبات الشخصيه تاعو يعني تتميز بكونه بسيكوبات اللي يقتل العائله تاعو. دونك في يوم من الايام يحرق الدار تاعو وين تموت العائله تاعو باش يروح يعيش مع صنامي سيد احمد طمعا في الحياه اللي يكون عايشها صنامي. سوف كو عمر كي يروح يعيش مع صديقه ما يصيبش الحياه اللي يكون يحوس عليها اي سي لا وين يبدا يعني يسي ينتقم شويه من لا فامي. دونك هنا عمر وسيد احمد رايحه تطور بهم الحاله شويه حين يولوا مرفهين. دونك لو فيلم كي يبدا وين عمر وسيد احمد يكونوا ديجا مرفهين. دونك لهنايا في القصه نصيبوا روحنا ما بين عده شخصيات. دونك عندنا شخصيه تاع عمر وين يكون بسيكوبات اللي حاب ينتقم من كل العائله باسكو ما عاش معاها كيما كان حاب كان شويه محقور. نصيبوا السيد احمد وين يكون شويه من ذاك يحكموا تانيب الضمير وين يحاول انه يتخلى على كاع المال اللي عنده ويلكيت لو بيي. نصيبوا ثاني شخصيه كريم دراجي وين في يوم من الايام يسي يبعد على حياه الفساد اللي يكون عايشها ويعاود يولي للاب تاعو وين يعاود يولي للحياه تاع الدين والحياه يعني تكون شخصيه يعني ذات اخلاق عاليه. وكاين ثاني الشخصيه تاع فاطمه الاخت تاعهم اللي تكون في صراع ما بين الحياه اللي راهي عايشتها والحياه البسيطه. دونك سيناريو كان جد قوي وين فيه رسائل جد قويه كما نشوفوها هنايا. مسكين شحال تكذب على روحك تعرف تكذب على روحك تعرف
ولي 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 شوف حالتي ها ما عندي والو خالص عليا بصح الراس مرفوع ما على بالي حتى واحد دراهم يشبخهم البرا بصح من الداخل يفسدوا يخمجوا سي ان بيتي باساج من السيناريو السيناريو كان مليء بالرسائل القويه كما هذه دونك هنا سيتي ان باساج وين يافي مصطفى العريبي اللي ادى دور عمار دونك عمار الشخص هو البسيكوبات وين كان يهضر مع نفسه لو كان اختار حياه واحده اخرى يعني لو كان ادى حياه واحده اخرى كيفاش راح تكون حياته. من جانب اخر شفنا ثاني في المسلسل بعض اللقطات اللي خلونا نسموها شويه كوميديا اللي دارت في مواقع التواصل الاجتماعي تداولوها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونالت اعجابهم بكثره كما هكذا. شوف دريس وليد زليخة نباطة زراميط نعيش معاك أروح تخطب برك إيه نحبك أقعد تحب فيا وخليني بايرة هكاك شاركم دونك خاص دي سالجيريان اكزاكتومون واللي دارت لو بوز في لي ريزو سوسيو. كاين ثاني بالاضافه الى ذلك لو فيلم تطرق الى عده قضايا مثل قضيه الحرقه وقضيه العنف ضد المراه. لكن انا برك حبيت نطرح سؤال قبل ما نكمل لا كرونيك تاعي على مزاحم. دونك يحيى مزاحم الفيلم كيبدا ولا لا سيري كيبدات تلقات عده انتقادات. اليوم لا سيري خلاصت كما عده يعني مسلسلات جزائريه. لا سيري راهي مكلاسيه الاولى من حيث نسبه المشاهدات بنسبه 57 مليون مشاهده. يعني ليكار اللي بينها وبين لا سيري اللي جات كلاسي جوست ابري البراني كاين نيكار تاع 12 مليون تاع مشاهده. واش يعني لك هذا الرقم؟ حاجه الاولى حبيت نقول برك نعاود نكمل باسكو هضرنا على البراني بارابول اللبسه. نعم انا في البراني كاين واحد اللقطه يقولوا باسكو يلبس سيد احمد مليح بس تخي بيان. انا نشوف الامبورطونس تاع الدراما بالنسبه يعني كيفاش تقدر تاثر على الدعايه ولا الايكونومي الجزائريان. وين يقولوا تلبس ما يقولوا نو لبسها جيبها من طليان ولا تشريها يقولوا نو يقولوا انا هذا واحد وليد حومه بعثته قرا في طليان جبته يخدم لي الكوستيم تاعي. انا نشوفو باللي هو يقول لك باللي هذا اللبس راني حطه باسكو سي ان الجيريان اللي نقدر نكونا وجا هذه جزئين ابيرسيو مي بون. واش يشوفوا الناس؟ يشوفوا حاجات اللي انا في رايي تافهه. وهو المشكل ماشي في الشعب ماشي في الجمهور. المشكل الاساسي كاين صفحات للاسف اللي راهي تتحكم في تقلق موضه وهاد الناس يتبع موضه وبرك بزاف ناس يتبعوا هكذاك عشوائيه بلا ما يشوفوا بلا ما يتعمقوا على بالك. هو كما الى تشوفي النقاش تاع فاطمه مع امها ولا بيان سور على السطحيه ولا التعمق في الاشياء يعني ساكري بوليميك انا كي نسمع مثلا شي حكيم يهضر على بلديه ولا نسكت ما نقدرش نحكي معاه نجادل ولا ما نعرفش الموضوع ما نقدرش نناقش فيه لانه ما عنديش تعمق فيه. نقدرش نعمق في حاجه ما نعرفهاش. الاسواق ما نعرفش نحكي الاسعار ما نعرفش الواحد يسكت ما نقدرش نحكي في كاع المواضيع لانه لازم اني موجود في بلاطو لازم نحكي. ها المشكل اللي صار لنا دوك صار لنا المشكل تاع حنا كل واحد لازم يعطي رايه. وكاين الناس يتحكم في الاراء لاسباب معينه. كاين السوق كيما في كاع الاسواق هو اللي يخلق هذه المشاكل كيما في الاسواق تاع الخضره ولا الاسواق تاع الاخر اللي هو الاحتكار. كاين الناس حابه تحتكر الاسواق حابه تربح بزاف يعني وهذا ما يرضي لا ربي لا يرضي الدوله لا يرضي حتى واحد. هذا هو المشكل تاعنا. المشكل تاعنا هاد الناس هما اللي يحتكروا يخزنوا يديروا نفس الشيء في السمع البصري. في السمع البصري كاين ناس محتكرين الامور ويخلصوا اموال ويخلصوا امور ويستعملوا وسائل يعني باش يقدروا يكسروا واحد اخر مثلا يجي يقدر ياخذ لهم شويه. استاذ يحيى كنت تسمح لي راح نجيو لهذ النقطه اللي هي سالتك على هذه نو ماشي غلط رغم يعني رغم الاحتكار هذا الا انكم سجلتوا اعلى نسبه مشاهدات. هو كنا قادرين انا في رايي علاش راني فرحان وزعفان باسكو حنا كنا قادرين انا في رايي كنا قادرين نكون اكثر. لان المسلسل يعني فيه اكيد شوف ما كانش حاجه ما فيهاش عيوب ولكن فيه بزاف حسنات فيه بزاف امور مليحه ولكن ما عطاولوش الحق تاعو يعني ما خلاوش الناس تشوف يعني بلا ما تشوف الكونتينيو تاعو المحتوى ولا تشوف تشوف اللي اثروا عليه يعني اثروا بزاف اثروا بزاف اثروا سلبيا اثروا كثيرا. انا اعتقد يعني خسرنا بزاف مشاهدات والناس يعني ما شافتش على جال خافت ولا
كان الناس تقول لك هذا ما فيش قيم ولا الناس كذا وما عرفوش يهضروا ولا يصح العائله الجزائريه كوم سي احنا جينا موسم وانا عايش في انا عايش في قسنطينة تما راني عايش في حاره شعبيه 100% تما دوك كنت فيها دوك كنت نسقاو كي عيطت لك كنت نسقاو تما لو كان جيت ندير حاجه هما يضربوني مش انا تما نخاف ندخل الحومه لو كان يحيى بالنسبه مثلا لو كرون سوكسي تاع الضم معلم تحطوا يعني على عدد المشاهدات اليوم الضم خدا سبع حلقات باش اتكاوه هذا ما خلاوش مازال الحلقه الاولى بداو خلاوش يكمل سبقوك على بالهم باللي على بالهم العام اللي فات مجدين لك حتى الحلقه السابعه باش بدات الحرب هذا العام الحرب بدات بكري تما فهمتي شغل وحنا عندنا المشكله هذه الناس دي فوا تتبع لي ريزو سوسيو بلا ما تتعمق بلا ما تسال وباكي يصير نقاشات باكي تحكي مع تقول شفت يقول لك لا ما شفتش يقول شوف ماك هذا لي باتس لكن تغيرت الاراء من بعد مور ما كانت تغيرت الاراء بصح نسبه المشاهده نقصت علاش لانه احنا عندنا حساسيه كيقول لك انت تسمعي واحد مسلسل فيه عفسه ولا ضد العائله تقول اوك ما نشوفوش خلي حتى نشوفوا وحدي ولا نشوفوا كذا هذا الشيء نقص في الاخر كاين ناس اكيد اللي ما تخلاتش يعني بدات تكمل تشوف كاين ناس اللي صح يحيى يحيى انت من الناس اللي امنوا باللي باللي انه عدد المشاهدات في الانترنت يعني على مواقع التواصل الاجتماعي تعكس نسبه المشاهده في التلفزيون انا في رايي نسبه المشاهده في التلفزيون كانت قويه الشروق هي الاولى واللي هذوك ايمار وهذو اللي يديروا الاحصائيات قالوا باللي البراني هو اكثر مسلسل مشاهده في الدراما اوكي في اليوتيوب ايضا انا نعمل شوفي نعمل بالعمل انا تعلمت سينما من يعني كيفاش تعلمت سينما باللي كاين حاجه اسمها النقد وكاين لي بوكس اوفيس السينما النقد لازم يكون عندنا نقاد صح حقيقيين يقول لك اوكي مثلا في 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 اوروبا ولا في امريكا عندك 10 ولا مجلات تاع النقد متخصصه اللي تنقد كاع الاعمال مع نقاد مختصين والعمل اللي عنده شحال عدد النجوم تاعو شحال عدد الاخر شحال لا وعندك البوكس اوفيس بوكس اوفيس حنا ما عندناش انا نقاد يعني ماهوش مختصين 100% كان بعضهم ولكن قلال يعني مازالهم ساكنين يخدموا بس ما كاش انتاج ثانيك ما نلومهمش يعني ما نلومش علاش ما كاش نقاد ولكن وكان بوكس اوفيس بوكس اوفيس هو عدد المشاهدات لوديما تاع التلفزيون والمشاهدات يعني كي تشوفي سبونسور يعني يتبع واش كاين في شحال عدد المشاهدات شحال هذه يعني هذه عادي هذه لازم نشوفها انت في بوكس اوفيس كيش تعرفي شحال بعتي تيكي بكري كي كانت السينما في الجزائر كنا تبع شحال كان تيكي يتباع تيكي شحال يتباع الفيلم ينجح ولا ما ينجحش يخلوها 4 سمانات هذه كان فيلم يقعد 10 سمانات لا لا ماهيش غالط سي سا هذا لي بارومتر يفو دي بارومتر بور تو ما كاش حاجه كيما تتقيسي الكاس هذه ولا على حسب الجوده اللبسه كنا نحكيو على حسب هذا التريكو تحطو يحول في 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 بريمير لبسه ما تزيدش تشري من هذيك لا مارك ما تزيدش هذه في كوم ساك صباح يحيى ان شاء الله برك يحيى يخلونا كي يكملوا هاد صالحات تقلال عندك زوج هنايا كي يكملوا يخلونا احنا في 4 نسقسوك ولا معليش اباك لي فيتون بيحبوا من ساعه تعرف اسمع هذه هي لاصيب تاعنا كملتي الاخت سي بون راكي سير خمي شويه مازال 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 كاين داك صح نضموا شويه الامور وي معليش تفضلي كملي انت ومن بعد سقسي انت وكي تفروها كاع قولوا لنا احنا ثاني ترجال نتبعوا شويه سا نوز انتيريس على بالكم انا نحكي سور لو سور لو بلان اه كوميرسيال واش نو كوميرسيال لاسبي نحكي لاسبي كوميرسيال معليش يحيى كيعرفني يحيى كيعرفني كنت مختصه في الشان الثقافي وانا في بلان دو دانترفيو اي تو دونك على بالي عندي خلفيه اي تو حتى مراد كي خدمت معك شوفي شوفي ما كاين حتى اشكال خليها تكمل لا روبريك نو جو سوي اني نحكي على درايه عندي معطيات ما سي با لا بان ما قلنا لكش يا اخي قلنا اليوم التالبني من تالبك لا قوة الا بالله دوك ندور عليها سيريوزمون ما قلنا لكش ما تحكيش قلنا دقيقة لا لا جو في فيغ ان بوان دورت ما قلنا لكش ما تحكيش قلنا لك تكمل لا روبريك وانت تحكي وحنا كاع نحكيو باسكو سي ان برودوي كي نوز انتيريس كاع كيما رانا لا عجبكم الحال سينو حنا نروحوا نسقهوه وانتم احكيو معاه وعيطوا لنا كي تكملوا تفضلي ميرسي بوكو الوغ جو فودري تاني بارلي على لو سيناريو تاع البراني دونك البراني شفنا بلي لو سيناريو ايتي تري فور يافي دي ميساج كي ايتي تري فور هنا اون الجيري يقول لك بلي عندنا بزاف دي سيناريست مي قلال اللي يلحقوا لا تيلي وقلال اللي يلحقوا لا رياليزاسيون تاع لو سيناريو تاعهم اسكو فو فوايي بلي عندنا اون كريز تاع لي سيناريو هنايا تاع لي سيناريست تاني اون الجيري هي شوف لا كريز اللي با في السيناريو باك كيما انا خدمت دي سيناريست واحد اخر العام اللي فات خدمت تاع ساره برتيمار وهذا العام دخلت مع دو سيناريست يسرا مولو احمد عزت اللي خدموا معايا ما جو بونس كو ماشي باك بروبليم دو سيناريست كاين بروبليم جينيرال دو برودكسيون تما ما عندناش
مع انت كفنان ما عندكش هذيك لاسيونس اللي راح تخدمي اصلا ما كاباب انت كون سيناريست ما عندكش الدافع هذيك القوي ما عندكش الرغبه باش تخدمي باسكو لاسبيراسيون ما تجيكش ماشي سهله هي حنا ما عندناش هذيك انت راح ديري تكتبي فيتون عباك فيتون باش تكتبي فيتون في 30 حلقه ولا 25 حلقه ولا ياخذ وقت كبير هذا الوقت هذا لو كان تخدمي تفرغي حياتك ما ماكش تخلصي فيه الوقت هذاك تفرغي روحك غير للسيناريو لو كان السيناريو ما يتباعش هي خسرت 5 شهور من حياتك ما درتي بها والو ما خلصتيش فيها و... يعني كاين هذا المشكل ثاني حنا لازم استثمار ثاني في لي زاتوليي استثمار حظوظ الواحد باش يوصل لي زاتوليي حظوظ الواحد ماشي غير لي زاتوليي درنا لي زاتوليي كاين لي زاتوليي وكاين ميم الناس يدير مي ما يكفيش لازم هي شوف هي سعيد العرض والطلب كما نهضروا في الاقتصاد كما في السينما انا كنت يعني دائما نهضر في السينما باللي لازم قاعات كي يكونوا كاين قاعات اوبليغاتوارمون اجباريين راح يكون كاين طلب تما راح يكون لازم افلام قاعات راح تطلب افلام جزائريه لانه شوفي الجمهور يحب يشوف روحه يحب يشوف الناس اللي تشبه له ماهوش حاب يشوف دائما لي زاميريكا يقدر عندك كيما في نامبورت في كيبي اوروبيا شوفي دائما بلي ما في فرنسا تشوفي فيلم امريكي ينجح هكذا بصح تلقاي فرنسي عادي كوميدي ينجح مرات اكثر منه اكزاكتومون بيان فيني شي ليشتي ولا تشوفي ينجح اكثر من فيلم امريكي بلوك باستر تما الناس حاب تشوف روحها هذا في ديال الاسبكتور الطاهر كي داروه كانت الناس ما شاء الله شان ما تخلاش شايفه الحكايه ثم الناس حابه تشوف لي فيلم تاعها الوغ كيفي لازم وين تشوف لازم وين كيما كانت بكري كانت وين تروح كان قاعه سينما الناس ما عمرها تسمع هي 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 تجبدك تسمع انا دوكا باش تروح السينما لازم تدخل تخمم من ستاسيون شيء اخر تخي بيان هدى تفضلي تفضل انت مصطفى تفضلي سؤال عندك سؤال تفضلي باش ومن بعد نروحوا للباشير تفضل بعد انا انا جوست بارابور يحيى لي دو فيتون تاع العام اللي فات تاع الضمه والفيتون تاع البراني انا شفتهم جي تخوي مي الضمه تبعت البراني دي فوا كنت اوكيبي ما كنتش نتفرج كنت نعاود وكاع شفت باللي كاين واحد الاستنساخ من الضمه في ليكيب في ما نقولش في السيناريو مي في ليستوار اون جينيرال كاين واحد التشابه كاين شويه التشابه كاين شويه في ليستوار كاين كي شغل كيما كنا نشوفوا كيما كنا نشوفوا من قبل باغ اكزومبل جو في دوني ان اكزومبل لي اكزومبل كاين بزاف كيما باغ اكزومبل كواسر ومن بعد نشوفوا جوارح سيتي لا ميم ايكيب كاين اختلاف تام شوف المشكل اللي لازم تعرفوا باللي شكون القديم على شكون لازم تعرف باللي البراني اللي هي قصه مكتوبة وقراتها من قراتها انا اون طونك بيبليك ما كنتش نعرفش انا نحكيك انا صلحت بها اللي يحب يتبع يعني عمل ولا يهتم هذاك بيبليك العادي انت ماشي بيبليك عادي انت راك تخدم في تلفزيون تسمى ماكش بيبليك عادي لازم تكون تحوس على المعلومه اللي يحوس على المعلومه انا صلحت بها باللي القصه هذه مكتوبه في 2016 وتعطت للشركه وهذه الشركه مدتها للناس بيناتهم سيناريست بيناتهم بزاف ناس اللي قراوها من قبل القصة هذه دارت اللي هي قصة السجين وأنا دخلت في معارك في المحاكم بس كسرقوا لي القصة وهذا العام استرجعت القصة بالقوة باش تكون على بالك يعني فرضتها بالنظرة تاعي وكان مسلسل واحد آخر يتشبه لها ويندار وأنا فرضتها وربحت المسلسل اللي ندار بالقصة تاعي مختلف تماما يعني بدلت كلش على جال باش أنا ما نتشبهش لروحي داكور هذه باش نكون بالنسبة للممثلين لما تخدم مع ممثل كان ارتباط كما كريم الدراجي عندي دوكا 30 راني معاه 30 انا خممت على الكاريير تاعو باسكو شفت هذا الشاب اللي عنده موهبه كان انسان راح يحبس تورناج راح يوقف تماما ورجعنا عايد عباس انا عرفتها في تيموشا قراص جبتها سالبرتي ما فالاخر عرفتها ما كنتش نعرفها ولكن انا في رايي ممثله اللي عندها قدره كبيره وكانت محقوره ما كانش عندها اهميه كبيره صح مصطفى العريبي كان اكتشاف تاعي الاول العام اللي فات وما تقدرش تعبك شغل كي تخمم مصطفى العريبي ما تقدرش ما تقولش كيفاش عندك اون شونس باش ما تجيش تجيبه ما باش فهمت ماشي جبته باسكو لعب في الضامه جبته باسكو اكتشفت ممثل رائع ما كنتش نعرفه ما نكذبش عليك الي اكسترا اوردينير خالد بن عيسى عنده 20 سنه هو صاحبي خالد باش نكون مليح باش نحكي كاباركا فهمني باش نفهمك باللي ما كحتى عسى دي فوا الدور هو اللي يفرض الاخر وهذه الشخصيات ماشي تخدم مع اون ايكيب اللي موافق تخدم معاه مكتوبين مكتوبين الخير تاع الخير تاع الممثل اللي ندار العام اللي فات انا اللي درته تسمى لو شوا تاع لي زاكتور لو شوا تاع لسان لو شوا تاع امور بزاف سي رؤيه تاعي ماشي حاجه تاع سيناريو فهمني الحكايه كاين حاجه في القصه وكاين حاجه في اختيار الممثلين ابار عيد عباس قلت لك لي انا جبتها لي ساره كان بزاف ممثلين اللي انا اللي حبيت نخيرهم حبيت نشوفهم كريمو انا فرضته العام اللي فات وهذا العام عاود جبته وعندي الحق واش درت
ليديا شبوط كيف كيف كان عندي تاعي كان نسي دائما اشك فوا نخمم باسكو ممثله كبيره رائعه مينا الشطر معك في يد مريم اه بيان سور مينا الشطر فهمني ما جبناش واحد زعما ما يعرفش جاي يلعب وحطيناه بيستون فهمني باسكو لعب معايا في الدمار جبتو هاد الممثلين صغار هذوك لي دو ممثلين صغار بايزون جبنا دي زونفون بايزون العام اللي فات اكتشفت انا هذوك اسلام اسلام ما قدرتش نلعبو ما لقيتلوش بلاصه عمار لعبته وجبت خو عمار ثاني كيلعب فهمني ملي عبا كنت كيدو كي تعرف واحد دوك انا نعرف مصطفى بالك شوف بلي هادي خاطر واحد اخر نزيد نخدم معاه باسكو راني عندي سي دي شوا اوسي صح مي نو عندي عندي انا اون افينيتي مع الواحد تولي ساهل تخدم معاه اكثر ما تخدم مع واحد مازال ما تعرفوش سيرتو كي انت عندك الظروف تاع الانتاج تاع الجزائر ما هي الظروف اللي سهله باغ اكزومبل ماكش باغ اكزومبل تخدم ثلاث شهور انت تحط دور وماك لاكتور يبدا يوجد روحه لا لا لي فهمني يدخل بزاف الشخصيه ما عندكش هذا الوقت هذا ما عندكش عندك وقت قريب لازم الممثل يكون ديجا شغل واجد باش يتوني واحد تعرف علاش باسكو كي كي تعاود تكتب له الحوار عليه لازم لي تيك تاعو تعرفهم راك حافظ لي تيك تاعو تسمى تجيك ساهل اكثر ملي تكتب لي تيك على الاخر ما هي راجلي مثلا جبتها انا ما عندها بزاف انا كنت حاب جبتها العام اللي فات في البرودكسيون تاعي وهذا لامح بن جيوس كان نشوف بلي باهيه راجلي ممثله كبيره وحقروها عطوها اللي تم مال اكسبلوات مال اكسبلوات وياسمين عماري تاري كيف كيف ياسمين عماري شوف كي سين غروند كوميديان اللي انا ما اول مره نخدم معاه ما كانش في الدراما تاعك لا جوست انا لا كيسيون تاعي يحيى بصح تاع التشابه اللي بان لي انا انا زعما سي 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 مون افي التشابه جي في لي دو برودكسيون بالك بصح انا كشوف انا نقول صح جوست هذه رؤيه تاع اسمع كي تشوف مخرج لازم تشوف اسمع كاين حاجه باش تعرف باش تشوف انا نعطيك معلومه باش انت باش اوما باش نعلم نور الجمهور حاجات ما يعرفهاش كي يخدم واحد المخرج معناتها يخدم الرؤيه تاعو باش انت تشوف التشابه في حاجه واش لازم دير تشد سيناريو تشد سيناريو تما تشوف اسكو كاين تشابه ولا ما كاش هاك فهمني ولكن كي يخرج العمل كي يخرج العمل طبيعي باسكو انا لا فيزيون تاعي ماش راح نبدلها انا هذا هو الفرق بين كنا نحكيو قبل التصوير وشنو المخرج وشنو المخرج كاين مخرج جايين لهذيك اللي ينفذ السيناريو وكاين مخرج عنده رؤيه يطرحها يحيى يحيى انا جايين لهذيك بقاو لنا زوج دقائق ومازال الفوت بسرعه باش نروحوا للمراد لا دوزيام كيستيون تاعي سيتي باش من بعد نسقسيك كومون تو في لو كاستينغ وكالي لو العلاقه تاعك مع لو تياتر بار اكزومبل انا لا كيسيون تاعي في لا ميم ايكيب سيتي با انت تا تو لي دروا باش تخدم مع لا ميم ايكيب بوندون 20 طون باسكو تكون اليز مي في لي كاستينغ تاعك في اوتر ولايه بار اكزومبل انا اون طونك راني في الدومين كولتوريل نتلاقى مع شحال كوميديان اللي عندهم باع تاع 20 سنه 10 سنين في الخدمه وكاع يحوسوا على لي كاستينغ وكاع اسكو انت تروح لان كاستينغ لارج ومن بعد تختار لي كوميديان ولا في السيناريو تاعك ديجا تكون شوف الادوار الرئيسيه خيرها قبل السيناريو ما ندوش عليك بصح نعرفوا كاع لي زاكتور تاع التياتر نعرفهم كاع ولكن العمل اللي نخدموا به هو عمل تاع الجزائر العاصمه ما نقدرش انا نخير كوميديان نقول لهم لي كوميديان نهضر معاهم بزاف وهاد العمل البراني ولا الضامه شخصيات في الجزائر العاصمه الجزائر العاصمه انا خدمت اعمال في قسنطينه مثلا كان لاكسون بالقسنطينيه خدمت اعمال في 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 مناطق اخرى جمعنا في سعد القط عندك واحد من البرج واحد من المديه واحد فكي يكون العمل كيما تقول انت في سيتي باغ اكزومبل كيما كيما سوسيال ولا جاو الناس من كل جهه تقدر تحطها ولكن كي تحب العمل يكون عنده اون اوثنتيسيتي سبيسيال كاع ولاد بابلو هاد ولاد هويه يكون عنده لازم اللونجاج يتخدم به ما تسمعش انت باغ اكزومبل في امريكا في التكساس ما كيهضر لك بالاكسون تاع نيويورك سا ماكش با هذه الخلطه تاع هذه الامور لازم نجيبه باسكو هو ممثل كبير لازم نو انا نجيب ممثل اللي نشوف باللي لازم يلصح للدور ولازم يتقن اللهجه ممثل احنا الممثلين تاعنا مرات انا نقولها لهم باش مختار ما تتعبوش على روحكم باوي اللي قد تجيب كوميديا واجد باش ما علاش علاش انت ممثل باغ اكزومبل وهراني ولا مسغانمي ما يتعلمش يتعلم بالجلوه بالقسنطينيه ولا بالشاويه باغ اكزومبل انت تروح دير فيلم في تاع الثوره باغ اكزومبل في القناة في مشاكل بزاف تلقى فيلم اللي هو يكون اصله شاوي ولا اصله وتلقى الممثل يهضر بلكنه واحده اخرى باينه ماشي لكنه تاع المنطقه انا في رايي لازم ما يحترم الممثل اللي يتعب على روحه احنا باش تسهلنا الامور لانه الانتاج تاعنا ماهوش انتاج اللي عندنا ست شهور تحضير وين عندك كوتشينغ تاع اللغه تاع اللهجه واذا كان اللهجه على كنا نضحك واحد الوقت هذه واش تحير مصطفى واحد الوقت نضحك ويقول اسمع المسلسل الجزائريه يجي لنا واحد وهراني وباباه قسنطيني وعمو ويما ودوك كي درنا كاين فينا اللهجه كاين فينا اللهجه ما يعجبش المشكل كما قالوا جوحه ما باش غير الناس غير تدرك المشكل واش نحب نقول لك انا كي درت قسنطينه شوف زبيده شوف باغ اكزومبل لومباز شوف كل واحد كل حاجه عندها انا كي درت باغ اكزومبل كنت ندير فيلم تاع قالما في الجزائر تاع اول شهيده رحت درت كاع الكاستينغ في قالما
بعد ما درتش الفيلم باسكو صاروا مشاكل مع لا برودكسيون، مي الكاستينغ كاع كان من قلمه وكانوا ماكسيموم باتنا ماكسيموم، تما ما جبت حتى واحد من الجي باسكو علاش ميم تاع الجي صعيب باش يبدا لي لاكسيون يجيبها لي سوا سوا صعيب. مفهومه. اخر سؤال لك يحيى، كش اعمال عجبوك من غير الخدمه اللي درتها انت في الشهر هذا؟ شفت اعمال شويه اللي لعبها زعما نقول لك ما عجبني حتى واحد، عجبني قال امل، نشوف اللي قال امل مليح هذا العام، الامل كاع في المستوى. كاين واحد الفيلم ما نشوفوش انا باسكو عندي مشكل مع المنتج تاعو ما نشوفوش، ما على باليش الا مليح ولا ماشي مليح. في اصدقاء تاعي بصح كان عامل ما نشوفوش احتراما لشخصي. ولكن شفت بزاف ضال في شوش عجبني، عجبني البطحه. هادو الزوج عجبوني انا نشوف محترم. انتقام زمن نشوف بلي دريس قدر يكون يعني يبين روحه بلي قادر يكون مخرج في انتقام الزمن. ونجيب البصير ثاني كبين بلي مخرج يعني مليح ما قدر يتحكم في مسلسل يعني بالنسبه لي كبير. وهادي نشوف الاعمال مليحه بالنسبه للدراما الجزائريه انا ملاح الحمد لله. بالنسبه واش كنا ممكن دوك نتناقشوا على المواضيع، كاين الناس يقول لك وي بكري الدراما الجزائريه كانت مليحه، الدراما الجزائريه واش تحكي شفيقه؟ عاودوا شوفوا واش تحكي شفيقه، قصه اغتصاب جو بونس شفيقه ماهيش غالط. اللاعب واش يحكي؟ واحد يلعب قمار قمار ماهيش غالط يعني ماهيش سا سي دو لا بيغ نوستالجي كل حاجه في وقتها. فهمني المشكل، احنا العام اللي فات انا واحد دوك يقول لك مزاحم دار هذا العام عمل كذا، هو ما لعبش لعب معايا العام اللي فات كان يلعب السنة كان يبيع على دروك. هذا العام ولا يهضر على القيم والاخلاق ما فهمتش انا. ومن بعد واحد كان كيلعب معايا في حصه اخرى كيلعب معايا هو يجي القمار. هذا العام كيف كيف يهضر نفس الهضره. المشكل تاعنا اللي في دو مود هذا. حنا رانا ندير شوف انا الهدف تاعي، انا الهدف تاعي نخدم بلان بيبليك اللي نحبه ونحترمه. هذا البيبليك قادر انا قادر نلعب معاه كيما في الاخر كنت قادر في الحلقه الاخرى نعطي له هابيان ندير له موعظه واحد يدير له مونولوج كيما بعض الاعمال ونهضر الهضره سولونيل كيما قلت في هذيك كوتي سولونيل مع موسيقى هكا ويهضر الكاميرا تيدخل قادر نديرها سي تخي فاسيل. معليش الوقت كمل بصح لازم نزيد سؤال. الوقت كمل ومراد مازال ما عطيناهوش الكلمه. معليش انا نعطي له سؤال خفيف برك. مالا مراد فوت نجلوها كما حبيت ماهوش مشكل. يلا عطيني خلينا ندوز السؤال تاعك. ماهوش مشكل انا تكلمت على الممثلين راح نتكلم على المخرج هكذايا. ماذا بينا نعرفوا له باسكو عرفنا مخرجين الله يبارك له، ولكن حبيت انايا المشاهد يعرف شكون هو المخرج. البارح تكلمنا على شكون هو المدرب، ما هي الشروط المقاييس المعايير باش تكون مخرج باش تكون مدرب اليوم ما هي. انا نشفى في زاني 80 كانوا مثلا دي زانوس باش يروحوا المخرجين يتكونوا مثلا اون بولون جو مرابيل باك بلوس 5 مثلا وكونوا كاين قلال اللي راحوا على كل حال الاتحاد السوفيتي يتكون الاتحاد السوفيتي بارك الله خاصه في الافلام وكذا الى اخره. ولكن اليوم صدقني كاعلامي ما عنديش فكره شكون هو المخرج الجزائري. تفضل. كاين شوف كاين اللي بالك مخرجين تكونوا وحدهم، كاين مخرجين اللي ما كيما انا تكونت وحدي كيما انا انسان تكونت وحدك كيما بزاف مخرجين في العالم تكون وحدهم، قريت وحدي كسرت راسي وحدي سيلف ميد مان يعني ميم في حتى في التكنيك نعرف لي كاميرا وحدي، نعرف كلش على لي كاميرا، نعرف كلش على الاخر، قريت كلش باش نكسر راسي. مي قد ما تقرا مازالك بعيد باسكو هاد الموهبه ماشي موهبه نو هي تبدا. انا بديت انا كنت حاب نقرا سينما بكري ما كانش عندي لي مويا. ومن بعد دخلت باب زوال قريت انجينيور مهندس مهندس دوله. من بعد كي كملت عاود تحبس ما حبيتش نخدم هذه وصار كونفلي مع دارنا يقول لك لازم تقرا لازم تخدم باسكو الدراهم لازم هاك فاهمني. انا ما حبيتش نخدم جي دي سي دي ما نخدمش باسكو على بالي كان نخدم ما راحش ندير سينما. الله حبست الخدمه وقعدت ثلاث سنين نخبط في الحيط المهم. ومن بعد بالعقل دير دي فورماسيون تقرا كتابات تكون نفسك بنفسك كيما الشاعر كيما الادبي كي تقرا كتب تولي عندك اللغه البلاغه في الكلام كي تولي عندك الامور تتعلم بالعقل. ومن بعد زيد تورني لي فيلم تاعك وكشوف كل فيلم تلقى فيه اخطاء كل عمل زيد تقول اوكي العمل الثاني لازم نصلح الاخطاء اللي درتها في العمل الاول. وفي رايي كاين تانك الثقافه العامه يعني مثلا انت باش دير باش تكون مخرج تكون عندك رؤيه لازم تكون انت شايف المجتمع بطريقه معينه حاب تحكي حاجه ولا حاب تطرح اسئله معينه سواء اسئله فلسفيه ولا اسئله ذاتيه اللي انت تشوفها باللي لازم تنطرح في المجتمع. ابري بولا تكنيك ولا هادو ساهلين بزاف ماهوش حاجه كبيره يعني. انا بزاف دوكا اليوم يخدموا معايا اليوم اسيستون كانوا دوكا راهم مخرجين كيما وليد كيما ادريس كيما بزاف ناس اللي كانوا يعني اسيستون. شكون وليد؟ بوشباح هذاك اللي كانوا معايا اسيستون اللي كانوا ريزاتور ثم طلعوا ناس تخدم. انا كنت اسيستون تانيك خدمت اسيستون خدمت ريجيسور خدمت اكتور درتهم كاع اوكي باش نتعلم ثم كنت ندخل لي بلاطو نخدم عند الناس باش نرفد عليهم الصنعه باش نتعلم كيفاش يديروا. مي ما يكفيش لازم تقرا تيوري
باش تقرا تيوريز. انا قريت بزاف لي ستاج تاع تاع سينما، ميم درت دي ستاج، رحت قريت عند لوك بيسون، رحت فهمني هذه درناها بزاف. تروح لي فيستيفال، تروح تشوف لي فيلم تاعك تحطهم في لي فيستيفال. يعني انا دخلت واحد 20 فيستيفال على الاقل. كل ما تحط فيلم تاعك في فيستيفال دير مقارنه لروحك ودير اوتو كريتيك. الاوتو كريتيك هذه تشوف المستوى تاعك بارابور لي زوت اللي راهم يدوروا تما. دوكاني داير واحد 10 افلام انتاج تما اون فادير. انا عندي دو فيلم لو ميتراج اون بيرسبكتيف يعني. لا لا درتهم. واللي جاي واش اللي جاي؟ واللي جاي دوك عندنا الفيلم هذا خرجوا تاع عيد مريم. لو ميتراج تاع عيد مريم هذا العام. سي ان فيلم كوميدي لايت، لايت كوميدي جوست باش تضحكوا باش نكسروا. اخر سؤال باش نختموا يلا، الوقت اون لا ديباسي اون لا ديباسي. انت كتشوف باللي في رمضان هذا ما عشناش برك صراع فني بحت، عشنا صراعات اوغ اغ، يعني كاين دي زونجو تاع الناس تخلط، ناس تشري، ناس تبيع، ناس تضرب تحت الحزام. سيتي با العام اللي فات انا شفت القضيه تاع الضامه وين بدا بقوه وبداو الناس يخلطوا، بداو الناس يخلصوا، هذا نشفاو له كصحفيين. العام هذا بصح قصحوا شويه الحاله. هذا بداو على البكري هذا المكان. انا جو بونس كو المشكل تاعنا ماهوش مشكل في المجال تاعنا، في كاع المجالات كان هذا الاحتكار والمنافسه اللي تخلي انتم تعرفوا الاقتصاد خير مني جميع ربي. احنا انا ما كنتش نعرف بلي الحقد والكره والاخر. احنا فنانين يعني تحير كي تشوف فنانين وتشوف هذا الحقد بيناتنا. يعني انا نفرح كي نشوف ناس يخدم مليح. انا بالنسبه لي لازم نديروا دراما جزائريه اللي تقدر تطلع المستوى، باسكو كي طلع التنافس دوك احنا مازلنا كيما قلت لكم قطر جزيره صغيره ونضربوا بيناتنا. احنا لازم دوك نبداو نخمو كيفاش نصدروا للخارج، كيفاش نعطوا ايماج على البلاد شابه. تما يجي واحد من برا يشوف العمل تاع الدموع الاوليه ولا يشوف البطحه ولا يشوف يقول لك عمل متميز. هذا واش حابين نلحقوا؟ حابين نلحقوا لهذا الشيء، ماناش نبداو غير بيناتنا ونضربوا شو كوم سي هادي. الوغ كو انا نشوف باللي الجزائر بلاد كبيره وعندك مساحه كبيره، وفي رايي 7 مسلسلات في العام قليله بزاف بالنسبه لبلد كيما الجزائر. انا في رايي الجمهور الجزائري جمهور مثلا يقدر يعجبوا البراني نسبه منه، واحد اخر ما يعجبوش، يعجبوا واحد واحد اخرى. ثم لازم يكون لي شوا اكثر، لازم يكون عندك واحد 15 16 مسلسل على الاقل في العام، باش هكا الناس تشوف اكثر، المواهب تخدم اكثر، والتقنيين يخدموا اكثر. احنا كنا بكري الحمد لله كنا نستوردوا بزاف تقنيين، دوك الان عندنا يعني محليين كنا نصدروا واحد الوقت مع كلنا نستوردوا، والان يعني استابيليزات الحال تقريبا. يعني كيما البنان بريسك تقريبا تقريبا تقريبا. يعني المسلسلات اللي شفتوهم يعني احنا المسلسل تاعنا 100% جزائري، المسلسل تاع جعفر تاعين كيف كيف تاع دار الفشوش، الاخرين جابوا دي ديريكتور فوتو كيما. واللي جاب واللي يجيب مثلا اللي دار له شوا تاع يجيب مخرج خارج الوطن، واش رايك؟ وشوف هي حريه شخصيه. مي انا نشوف باللي انا فرحت كيما باغ اكزومبل عامر بهلول اللي هو كوليغ اللي عطى الفرصه لنجيب البصير باش يخدم مسلسل اللي هو كان بريمير اسيستون تاع واحد تونسي مع الاول. شاف بلي تعلم، هذه هي وقته باش يخدم. انا بالعكس هذه حاجه تفرحني. صحيح. بالعكس انا نفرح كي كوليك كي يجيني كوليك جديد، بالعكس نفرح. شغل سان في بليزير. ماذا بينا يكون عندنا مخرجين تاع رؤى مختلفه، كل واحد عنده رؤيه تاعو، باسكو ما يكفيش هذاك هذه تاع في مسلسل زعما حنا المسلسل تاع قاد ما كاش منها. علاش انت في نتفليكس مسلسل تشوفه كاع يشوف تتخيل هذا انت يعجب. انا بايزون كازا دي بابيل ما قدرتش نشوفه، كاين ناس يموت عليه. رانا زوج هذه رانا زوج ما شفناش. ايه تسمى فهمني تسمى انا بريك انا نشوف بريكينغ باد نشوف بيتر كولسون. دوك على بالك كيما شفتوش نستا ما شافوش كاع، وكان قلت شافوه كان شافوه كاع. يعطيك الصحة يا حيم زاحف، بارك الله فيك. يعطيك الصحة، يعطيكم الصحة كاع كيما راكم، بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام نشوفكم بخير، بقاو على خير. السلام عليكم.